وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم. سعادة الوزير، بداية نرحب بك. سعادة الوزير، ذكرتم في مناسبات سابقة أن أولويات المجلس للمرحلة المقبلة ستكون تحليل واقع التعليم العالي ورسم سياسات كفيلة بتطويره أيضا. هل لك سعادة الوزير أن تطلعنا على أبرز هذه التصورات التي يمكن البناء عليها للوصول لهذه المرحلة؟ نعم، أسعد الله مساءكم بكل خير. طبعا مجلس التعليم العالي هو الجهة الرسمية المعنية برسم السياسات والتوجهات العامة والاستراتيجيات الخاصة بالجامعات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين، وبالتالي فإنه يلقى على عاتقه طبعا استشراف أفضل الممارسات الدولية وتطبيقها في مملكة البحرين، بما يربط بين مخرجات هذه المؤسسات، مؤسسات التعليم العالي على مختلف مسمياتها، وطبعا متطلبات سوق العمل. طبعا مجلس التعليم العالي يضم في عضويته نخبة من أفضل المسؤولين التنفيذيين في مملكة البحرين، وأيضا يضم ممثلين عن القطاع الخاص، وهناك عمل تشاركي وتكاملي بين جميع هذه الأطراف، بما يصب في النهاية في جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي. طبعا توجهات المجلس في المرحلة المقبلة كما ذكرت، طبعا استكمال المشاريع والمبادرات التي تم إقرارها في مرحلة سابقة من قبل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، مثل مراجعة اللوائح والتشريعات الخاصة بالتعليم العالي، تطبيق مشروع طبعا المسارات المرنة، وغير ذلك من التوجهات، بالإضافة إلى الاستمرار في تحليل واقع التعليم العالي بهدف تطبيق أفضل الممارسات الخاصة باستحداث البرامج الأكاديمية واعتمادياتها وربطها بمخرجات سوق العمل والتحقق من فائدتها على مستوى المجتمع. نعم سعادة الوزير، هل لك أن تطلعنا كيف سيترجم المجلس فكرة أن تكون مخرجات التعليم في خدمة سوق العمل؟ المهم طبعا أن تكون هناك شراكة ما بين المؤسسات الحكومية والخاصة في هذا الجانب، ولذلك تجد الآن هناك أحد ممثلي القطاع الخاص في مجلس التعليم العالي ممثلا عن غرفة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى ممثل عن مجلس التنمية الاقتصادية. هذان الطرفان لهما اتصال مباشر بالقطاع الخاص وعلى علم ودراية بمتطلبات سوق العمل وأحدث التوجهات الدولية فيما يتصل بخدمة الاقتصاد. يمتزج ذلك بالتوجهات الحكومية المطلوبة، المعايير المطلوبة في مؤسسات التعليم العالي، بهدف أن تكون التخصصات المطروحة، نوع المهارات المقدمة من قبل البرامج الأكاديمية على مختلف مسمياتها، متوافقة ومتطلبات سوق العمل، سواء سوق العمل المحلي أو سوق العمل الدولي الذي طبعا يؤهل حتى البحرينيين للعمل في مختلف دول العالم، وطبعا الإسهام في التنمية ومسارات العمران على مختلف الأصعدة. نعم. لذلك هناك دور مهم جدا وحيوي لمجلس التعليم العالي باعتباره المظلة الأساسية التي ترسم السياسات والاستراتيجيات والتوجهات، وطبعا في مقدمتها أيضا الموافقة على الترخيص للبرامج الأكاديمية المطروحة بهدف التحقق من موائمتها وتوائمها بشكل مباشر مع متطلبات سوق العمل. إذن سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.